وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله في الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والإمام النووي بعدما نقل كلام الإمام الواحدي في التفسير وجاب قول عطاء وقول ابن عباس وقول أيضا القول الثالث لمجاهد، هو جاب نص في بقى إيه بيفسر ذلك الأمر. النص إن الحديث جاء في الحديث المشهور عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله في الليل. في روايات بتقول: رحم الله امرأ ها قام من الليل وأيقظ زوجته، فإذا لم تستيقظ يعني نثر عليها الماء، ورحم الله امرأة استيقظت من الليل ها وأيقظت زوجها فإذا لم يستيقظ ها نثرت عليه الماء. فده إيه إن هو إيه عشان توقظه للقيام كده، مش طبعا بتدلق جردل ولا مية كثير، لا بخ كده خفيف شيء بسيط يعني إيه كنوع من المداعبة خلاص، والإيقاظ للنفس، لأن الماء ما يجي على الوجه بإيه بيخلي الإنسان يستيقظ أكتر أكثر يقظة، ولو كان نائم يفيق. فصلى أو صلى ركعتين جميعا، صلوا مع بعض. يعني إذا ده نص هو في إن قيام الليل يجوز في غير رمضان جماعة، وقيام الليل الرجل مع امرأته في بيتهما جماعة، خلاص يبقى يجوز الجماعة. بل وحديث بتاع رحم الله دل على إيه على ندب هذا الأمر أيضا، إنه إيه لو صلت قيام ليل في البيت جماعة جايز، الوتر جماعة، وثبت ان الضحى جماعه كما ورد في حديث البخاري ان الضحى يجتمعون لصلاه الضحى في حديث البخاري حديث عتبان بن مالك. فصلى او صلى ركعتين جميعا اي معا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني لو عملوا كده مره ممكن يدخلهم الله عز وجل ايه برحمته في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال الامام النووي: هذا حديث مشهور رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم. وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا، وهي المبينة في كتاب عمل اليوم والليلة، كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والله أعلم. طبعا الشيخ أبو عمرو بن الصلاح شيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى سئل عن القدر الذي يصير به أي الإنسان إذا ذكر من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يدخل فيما مدحه الله تعالى الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة أي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر من الذكر عن الشارع صلى الله عليه وسلم المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا، وهي المبينة في كتاب عمل اليوم والليلة. كتاب عمل اليوم والليلة لمين؟ لابن السني أو للإمام النسائي أو لمختصر للإمام قلنا الإمام الجلال السيوطي وما إلى ذلك. كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والله أعلم. لكن ده حد برضو ممكن يكون أدنى، يمكن قصد كتاب واحد، قصد كتاب ابن السني أو كتاب النسائي ها أو أي كتاب من كتب عمل اليوم والليلة، لكن قلنا إن مجموع الأذكار يصل إلى ما يقرب من 12 مجلد، ماشي، مجموع الأذكار بقى ده الحد الأعلى يعني اللي هي الأذكار في جميع الأحوال بقى وما إلى ذلك. وخلي بالك إن برضو في أحوال في الأذكار لا تتكرر إلا نادرا، يعني مثلا زي الأمطار، دعاء الأمطار، دعاء مثلا الزلازل، أو الأدعية المختلفة في أو مواضع معينة تحدث نادرا. فصل: أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، بس هنا خصوص الذكر الذي خرج عنه القرآن كما سيأتي.
وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم والدعاء وغير ذلك. ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء، سواء قرأ قليلا أو كثيرا حتى بعض آية. ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ، وكذلك النظر في المصحف وإمراره على القلب. قال أصحابنا: ويجوز للجنب والحائض أن يقول عند المصيبة: إن لله وإنا إليه راجعون، وعند ركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وعند الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جزاكم الله خير. إذا لم يقصد به القرآن، ولهما أن يقول بسم الله والحمد لله إذا لم يقصد القرآن، سواء قصد الذكر أم لم يكن لهما قصد، ولا يأثمان إلا إذا قصد القرآن. ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. وأما إذا قال لإنسان: خذ الكتاب بقوة، أو قال: ادخلوها بسلام آمنين، ونحو ذلك، فإن قصد غير القرآن لم يحرم. وإذا لم يجد الماء تيمم وجاز لهما القراءة. طيب، فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة، كما لو اغتسل ثم أحدث. فرع جميل. ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث. وقال بعض أصحابنا: إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة، ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة. والصحيح جوازه كما قدمناه، لأن تيممه قام مقام الغسل. ولو تيمم الجنب ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة. هذا هو المذهب الصحيح المختار، وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يحرم وهو ضعيف. أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، وتحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة. وهل تحرم الفاتحة؟ فيه وجهان، أصحهما لا تحرم بل تجب، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جازت الصلاة للضرورة تجوز القراءة. والثاني تحرم بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن شيئا من القرآن. وهذه فروع رأيت إثباتها هنا لتعلقها بما ذكرته، فذكرتها مختصرة، وإلا فلها تتمات وأدلة مستوفاة في كتب الفقه، والله أعلم. هذا فصل في أحكام الفقهية المتعلقة بحال الذاكر من حيث الطهارة من الحدث الأصغر أو الأوسط أو الأكبر. فقال: فصل، أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء. أنواع الذكر، ويبتدي يستثني القرآن، له أحكام خاصة. وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي أنواع من الأذكار. فيبقى نقسم الأذكار في ذكر على سبيل الخصوص اللي هو التسبيح والتهليل والتكبير، وفي ويدخل فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذكر اللي هو القرآن، وفي دعاء أيضا. ماشي، دي أقسام من أقسام الذكر كلها، كذكر كأنه تقسيم عام يعني. والدعاء وغير ذلك، ويبتدي يتعرض لقراءة القرآن. ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء، سواء قرأ قليلا أو كثيرا حتى بعض آية، بل لو نوى قراءة حرف فقط أثم بذلك، كما ذكرنا ذلك في كتب الفقه، أنه في حاشية البجوري لو نوى قراءة حرف مع مراعاة أنه من القرآن وعليه حدث أوسط أو أكبر
اللي هو الجنابة أو الحيض أو النفاس، ها يبقى يأثم ولو قراءة حرف واحد بنية القرآنية، ماشي؟ سواء قرأ طيب، لكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء سواء قرأ قليلا أو كثيرا حتى بعض آية، قلنا ولو حرف. ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ. وأيضا لو جت آية في ذهنك وانت بتقضي حاجتك جت مرت على قلبك مفيش حرج، ماشي؟ ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ، أي من غير تلفظ. طب وحد الحد المنهي عنه إيه؟ أن يصل إلى حد القراءة، وهو أن يسمع نفسه. فإذا كان أقل من إسماع النفس فيجوز للجنب والحائض والنفساء طالما أنه أقل من إسماع النفس. وكذلك النظر، لأنه لا يسمى قارئا إلا إذا أسمع نفسه، فما يسموش قراءة قرآن طالما أنه لم يسمع نفسه، يبقى لم يصل إلى حد القراءة. وكذلك النظر في المصحف للحائض والجنب والنفساء، يجوز النظر في المصحف وإمراره على القلب. قال أصحابنا: ويجوز للجنب والحائض أن يقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني يجوز أنهما يذكرون أذكار القرآن، خلاص. وعند الركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي هذه الأدعية موجودة في غير القرآن. إن من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كان عند المصيبة يقول إن الله وإنا إليه راجعون، وعند ركوب الدابة يقول سبحان الذي سخرنا هذا. فهذه انتقلت أساسا من القرآنية المحضة إلى أنها ذكر نبوي. عند ركوب الدابة ذكر نبوي، عند المصيبة حفظنا الله وإياكم. وعند الدعاء: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن دي من الأدعية، خلاص. إذا لم يقصد به القرآن هذا جائز كله، رغم أنه موجود في القرآن، إذا لم يقصد به القرآن. ولهما، أي للحائض والجنب والنفساء، هو هنا قال يجوز للجنب والحائض، والحائض دخل معها النفساء. ولهما، أي للحائض والجنب وداخل مع الحائض النفساء، إذا لم يقصد بهذه الآيات المتمحضة اللي هي صرفا من ألفاظ القرآن به القرآن، أي حد ما العوام لا يدركون هذا المعنى، أي يقصد الكلام القديم القائم بذات الله تعالى، صفة الله تعالى القديمة، ده المعنى اللي إيه منهي عنه. ولهما أن يقولا بسم الله والحمد لله إذا لم يقصد القرآن أيضا، ما هو بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية، بسم الله جزء من آية، الآية الأولى في الفاتحة بإجماع، خلاص. ويقول الحمد لله الآية جزء من الآية الثانية من الفاتحة، إذا لم يقصد القرآن سواء قصد الذكر أو لم يكن لهما قصد، ولا يأثمان إلا إذا قصد القرآن. وهنا نشير إلى معنى، وهو إيه؟ أن الأمور أربع: قصد القرآن، لم يقصد القرآن، قصد القرآن والذكر، لم يقصد شيئا. فإذا قصد القرآن حرم على الجنب والحائض والنفساء أن يقرأ شيئا من القرآن بنية قصد القرآن، أو قصد القرآن والذكر حرم أيضا لشأن تعظيم القرآن، ماشي؟ طيب قصد الذكر فقط جاز، طب أطلق النية وقرأ كده خلاص جاز، ليه؟ لأن لوجود الصارف عن إرادة المعنى المحرم، وهو العذر الشرعي، الجنابة، الحيض، النفاس. المسلم أمره أنه ماشي على الصحة، ماشي على تصحيح أفعال المكلفين، فلما يجي هو لا يقصد القرآن، ما قصدش شيء مطلقا وقرأ قرآن وهو جنب أو حائض أو نفساء، ها يصح. ليه؟ لأنه هو لا يفعل المحرم، وبالتالي وجد الصارف عن إرادة المحرم، وهو إيه؟ العذر الشرعي اللي عنده ده، الجنابة أو الحيض أو النفاس، وبالتالي يصح منه ذلك طالما أنه لم يقصد شيئا.
وده المعنى اللي قاله الإمام النووي. ها طيب، سواء قصد الذكر أو لم يكن لهما قصد، يبقى قصد الذكر أو قصد الذكر والقرآن هيحرم، قصد القرآن بس هيحرم، قصد الذكر بس بقراءة القرآن جائز. درجة عند الشافعية يقولون إيه؟ وإن قرأ القرآن كله بنية الذكر الحائض والنفساء والجنوب جاز، بنية الوردي جاز، خلاص؟ إلا أن المعنى الدقيق المحرم يقصد الكلام القديم كلام الله تعالى، أو يقصد القرآن القائم بذات الله تعالى اللي هو كلام الله تعالى. سواء قصد الذكر أم لم يكن لهما قصد، ولا يأثمان إلا إذا قصد القرآن، أي المعنى القديم القائم بذات الله تعالى. وده لا يدركه هذا المعنى إلا إيه؟ علماء التوحيد أو المشتغل بعلم التوحيد. ولذلك هتصح كل من يقرأ القرآن بنية، تقول له أنت بتقرأ وأنت عارف أن الجنوب، يقول له ما يعرفش حاجة، مش عارف أن الفرق بين الكلام القديم وبين ما يقرأه على سبيل التعبد، مش مميز للمسألة، وبالتالي يصح منه كأنه أطلق النية. فرع آخر، ويجوز لهما أي للحائض والجنب، ويدخل مع الحائض النفساء، قراءة ما نسخت تلاوته، كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. بقي الآية دي نسخت، كانت قرآنا ثم رفعت تلاوته، ما نسخت تلاوته. وأما إذا قال لإنسان خذ الكتاب بقوة، أو قال ادخلوها بسلام آمنين ونحو ذلك، فإن قصد غير القرآن لم يحرم. وإذا لم يجد الماء، طيب إن قصد غير القرآن لم يحرم، أو أطلق النية لم يحرم، وإن قصد القرآن والذكر حرم، وإن قصد القرآن محضا حرم. أربع صور. نعم، إن هو يقصد القرآن والذكر، يجمع النيتين، أنا بقرأ وردي كأنه ذكر، ما بقروش أنه قرآن بمعنى الكلام القديم القائم بذات الله تعالى، بمعنى الصفة القديمة اللي هي صفة الكلام الله تعالى. لو نوى المعنى ده هو ده المعنى المبطل المحرم، ماشي. أما ما سوى ذلك لا يحرم، نوى الذكر، نوى الورد، نوى الحفاظة، هي رأية الكرسي قبل ما ينام والمعوذات ويمسح بها بدن وهو جنب أو حائض أو نفساء، نوت تقرأ وردها من القرآن، كل يوم بتقرأ جزء، يبقى تقرأ بنية الورد مش بنية كلام الله القديم القائم بذاته، مش بنية الصفة الله تعالى القائمة بذاته. واضح؟ وده بقول ان ده معنى دقيق لا يدركه الا المشتغل بعلم التوحيد او علماء التوحيد. فلما يجي العام يقرأ كده وهو مش ناوي حاجة خالص، يبقى اطلق النية، خلاص، يبقى يصح قراءته. وإذا لم يجد الماء تيمم، وجاز لهما القراءة، وجاز لهما القراءة، القراءة تبقى جائزة إذا تيمم، لأن بالتيمم بيستبيح ما كان محرما عليه، بيستبيح ما كان محرما عليه. ومسألة جميلة، فإن أحدث بعد التيمم، ها، استباح مكان محرم عليه محرم عليه بسبب الحدث الأوسط أو الأكبر اللي هو الجنابة أو النفاس أو الحيض، فلما استباح كده خلاص. فإن أحدث بعد ذلك رجع زي ما يكون عليه حدث أصغر، لم يحرم عليه أن هو يقرأ بعد الحدث، واضح؟ لأنه كأنه عليه حدث أصغر مش أكبر أو ولا أوسط. فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة، كما لو اغتسل ثم احدث، لو اغتسل ورفع الجنابه بتاعته او الحيض او النفاس واحدث بعد كده يبقى عليه حدث اصغر اللي هو ناقض الوضوء. كما لو قص المساله على ايه؟ كما لو اغتسل ثم احدث، ثم لا يعني مش هيقول له اتيمم تاني، لا اقرا بقى خلاص اقرا، ما انت كده كانك ايه اغتسلت عن حدث اكبر وعليك حدث اصغر الان بالحدث الاصغر ده. ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث.
العدم الماء هنا سواء كان عدم الماء حقيقة أو شرعا، ما هو من عدم الماء الشرعي إن الواحد يكون مريض مش قادر يجيب الماء على بدنه عشان يغتسل، فيبقى ده عنده عدم شرعي ينتقل للتيمم. ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث. وقال بعض أصحابنا إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة، ولا يجوز أن يقرأ، ده قول ضعيف، لكن الأصح أنه إذا تيمم هندير حكم التيمم الذي يرفع الذي يبيح الصلاة، مش السفر والحضر قلنا يدور مع إيه؟ مع غلبة وجود الماء وندرة وجود الماء. فإذا كان في مكان مقيم فيه ولكن يندر وجود الماء في المكان، زي الذي يقيم في خيمة في الصحراء وما عندوش غير ماء يكفي لشربه، يقعد عليك يجوز أن يتيمم مع أنه مقيم خلاص. فالعبرة بنظرة الماء وغلبة وجود الماء، نظرة وجود الماء وغلبة وجود الماء. فإن كان في مكان وهو مقيم فيه لكن يندر وجود الماء كالذين يقيمون في الصحراء الأعراب دول ومعاه الغنم بتاعه كل حاجة وعايش سنين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم التراب طهور لك 10 حجج، فإن وجدت الماء فأمسه بشرتك. خلاص إن التراب ده طهور 10 حجج طالما ما وجدش الماء، وده مكان يندر فيه وجود الماء، وبالتالي الصحراء ولو مقيم فيها يبقى العبرة إيه؟ بغلبة وجود الماء أو ندرته. فإذا هو في مكان يغلب وجود الماء فيه وانقطع انقطاعا قليلا نادرا، يبقى أقول له ما تتيممش لأنك لا تستبيح شيء. ليه؟ لأن هذا المكان يغلب فيه وجود الماء. والعكس لو كنت في مكان يندر فيه وجود الماء تتيمم وتستبيح كل شيء مما يباح بالتيمم. ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث. وقال بعض أصحابنا القول ده ضعيف، أما تيجي بعض يبقى تعرف أن القول ده ضعيف، أو وقيل يبقى القول ده ضعيف مقابل الأصح من مذهب الشافعية. فالشيخ بيتكلم على مذهب الشافعية هنا أيضا في القواعد دي، لأن المذاهب مختلفة في هذه المسألة. وقال بعض أصحابنا إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة، ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة، يعني يقرأ الفاتحة والسورة برضو دي، ولذلك ضعيف. ليه؟ لأنه لا كما ستأتي فقد الطهورين بعد كده، مسألة فقد الطهورين، ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة. والصحيح جوازه كما قدمناه، كلمة الصحيح على مصطلح المذهب مقابله ضعيف على طول، يبقى قال بعض أصحابنا هذا ضعيف. والصحيح ها جوازه كما قدمناه، أي داخل الصلاة وخارج الصلاة، لأن تيممه قام مقام الغسل لما استباح إيه؟ ما يستبيحه كالذي يستبيحه بالغسل. ولو تيمم جنب ثم رأى ماء يلزم استعماله فإنه يحرم عليه القراءة. بالضبط، وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل. الجنب يتيمم ويستبيح فرض ونوافل، لكن الفرض يصح طالما ان هو ما وجدش الماء. عند الشافعية يقولوا ايه؟ اذا تيمم واحرم بالصلاة وكان وقت احرامه متيقن عدم وجود الماء ثم ظهر الماء بعد كده، صلاته صحيحة ويمضي فيها الى نهايتها ولا يعيدها. لكن بالنسبة لتلاوته للقرآن في الحالة دي يجب عليه ان يغتسل ولا يقرأ بعد الصلاة القرآن. لكن لو استمر فاقد للماء فتيممه ده يبيح له قراءة القرآن. لو استمر فاقدا للماء بعد الصلاة ودخل وقت ثاني وثالث هيتيمم لكل فرض عند الشافعية، لكن بين الفرائض دي يقرأ ما شاء من القرآن طالما أنه لم يجد الماء. فإذا وجد الماء ها حرم عليه القراءة. ولو تيمم الجنب ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة. القراءة تبقى حرام عليه لوجود الماء. وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل، ما قد وجد الماء فيما مضى من صلواته التي صلاها بتيممه صحيحة، لكن ما قال وجد الماء يبقى الصلوات القادمة يجب أن يغتسل لها. وقراءة القرآن مجرد ما رأى الماء خلاص
ما يجوزش أنه يقرأ القرآن وهو على هذه الحال. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفترة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة. قلنا إيه؟ زي ما يكون إيه؟ كان رفع الجنابة اللي عليه وأحدث حدث أصغر فهيستبيح القراءة. ولو تيمم وصلى وقرأ أي قرأ القرآن بعد أن خلص الصلاة ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة، لأن التيمم الأول استباح به قراءة القرآن طالما أنه لم يجد به الماء، كالذي تيمم وأحدث حدث أصغر، كالذي اغتسل ثم أحدث حدث أصغر، ده ما يمنعوش من قراءة القرآن. وفرق بين قراءة القرآن ومس المصحف، ده كل ده في القراءة مش في المس. يبقى تيممه الأول كأنه استباح به ما يستبيحه المغتسل، وبعد ذلك لما أحدث حدث أصغر فكأنه طرأ عليه حدث أصغر مش أكبر، وبالتالي يقرأ القرآن إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء امتنع عن القراءة وحرمت عليه. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أحدث برضه هيقرأ قرآن، ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى، ما بيتيمم لكل فرض عند الشافعية، أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة، لأنه بالتيمم الأول كأنه استباح ما يستبيحه كأنه اغتسل. ماشي، هذا هو المذهب الصحيح المختار. يبقى الصحيح هو يبقى مقابله ضعيف على طول. وفيه وجه ده ضعيف لبعض أصحابنا أنه يحرم، إن هو لو أحدث يحرم عليه قراءة القرآن مرة أخرى. ماشي، وهو ضعيف. أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا، مسألة فاقد الطهورين، أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا أيضا والحائض والنفساء فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، يصلي لحرمة الوقت، وتحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة. يبقى فاقد الطهورين ده لا وجد ماء ولا وجد تراب يعمل ايه؟ اقول له يجب تصلي لحرمة الوقت، وان كنت هتقضي الصلاة على الراجح من المذهب من خمسة اقوال الراجح يجب عليه القضاء. وقال له طب وايها المجزئة؟ قالوا اللي صلاها دي مش كاملة بتاع ده، لكن يجب عليه القضاء. وطب في الحالة دي بيقرأ ايه القرآن وهو جنب؟ ما استباحش حاجة، ما فيش شيء يستبيح به لا تراب ولا ماء. اقول له اقرأ الفاتحة وجوبا اتفاقا. طيب وما زاد؟ حرام القراءة، لانه ما زال على حدثه الاكبر او الاوسط. وهل تحرم الفاتحة؟ فيه وجهان، اصحهما لا تحرم بل تجب لانها ركن. فهنا طيب ركن تعارض مع شرط، إلا أقوى الركن طبعا. لا تحرم بل تجب، فإن الصلاة لا تصح إلا بها لأنها ركن من أركانها. وكما جازت الصلاة للضرورة تجوز القراءة، أي قراءة الفاتحة فقط. وكما جازت الصلاة للضرورة لأنه فقد الطهورين خلاص، تجوز القراءة أي للفاتحة فقط. والثاني تحرم الفاتحة، ده مقابل إيه؟ الأصح. وهذه الفروع. والثاني تحرم بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن شيئا من القرآن، كأنه إيه مش حافظ حاجة خارج من القرآن، وده الوجه ده هذا الوجه مقابل الأصح. ماشي، وشدة الخلاف هنا إيه؟ لعظم شأن قراءة القرآن مع الحدث الأكبر أو الأوسط، عشان كده كان الخلاف قوي. الأصح ومقابله صحيح. ماشي، ده على طريق الشافعية، أنا بشرح دلوقتي الشافعي. ها، وهذه الفروع رأيت إثباتها هنا لتعلقها بما ذكرته، فذكرتها مختصرة، وإلا فلها تتمات وأدلة مستوفاة في كتب الفقه، والله أعلم. في أسئلة في اللي احنا قرأناه دلوقتي؟ حد عنده أسئلة؟ نعم. يكتب
وهو محدث، هذا للضرورة نقلد. إذا الأمر هنا في قاعدة دائما أكررها، أن من ابتلي، ودي من القواعد الكبيرة في هذا الأمر في الشرع، يعني من ابتلي بشيء مما اختلف فيه العلماء فليقلد من أجاز، ماشي؟ لا يكلف الذي يسمع الدنانير الأحدية اللي مكتوب عليها قل هو الله أحد أن يفضل على طهارته طول حياته وهو شغال في إيه؟ دار سكة العملة، دار سكة العملة، ها؟ إنما يقلد ابن حزم، إنه يقول لا يشترط الطهارة في مثل ذلك، يقلد ابن حزم وإن كان قوله ضعيف مخالف للجمهور، لكن ليس إجماعا، ماشي؟ لأن لم يخرق الإجماع. ففي هذه الصورة يقلد من أجاز، من ابتلي بشيء مما اختلف فيه العلماء فليقلد من أجاز. بل الشيخ الباجوري لما جاء في القاعدة دي وهو بيطبقها أتى بحادثة عجيبة جدا، قال إيه؟ إن السادة الأحناف يقولون إن بعض السادة الأحناف يقول إن ظرف القهوة، ظرف إناء القهوة إذا كان من الذهب والفضة يجوز إن أنا أتناول منه إيه؟ إناء الذهب والفضة، رغم أنه مستعمل ليها عند الجمهور. وهذا قول أيضا ليس الراجح عند الأحناف، إلا أنه تقل، قال لك تقلده الشافعية لو بيقول يحرم، ها؟ فإذا قدم له مضيفه الذي استضافه ويضيفه، إذا قدم له القهوة في ظرف من فضة أو ذهب يقلد القول المرجوح عند الأحناف، ورغم أن الشافعي مخالف ووش الأحناف مخالفين، لكن هو قول مرجوح عند الأحناف يقلده. يعني لو كان ضعيف إذن من ابتلي بشيء ما اختلف فيه العلماء فليقلد من أجاز. في أسئلة تانية؟ نعم. القرآن والذكر طبعا، لأن القرآن أجر عظيم أعظم من الذكر، فضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فله فضل عظيم أنه ينوي القرآنية والذكر أو القرآنية محضة أعلى. الأفضل قصد القرآن مع الذكر، أن يستحضر أنه ذاكر لله تعالى ويستحضر أنه يقرأ كلام الله تعالى، لا مانع، ده أكمل. إذا تعددت النيات وتعددت الجهات كان أفضل. نعم. في بعض المذاهب تجوز قراءة القرآن الحائض، فالنساء في هذا الزمن يعني لو حائضا. مين مذاهب مين؟ هو الشافعية يجوزين، بقول لك بنية غير قرآنية، الشافعية يجوزون مع إطلاق النية كده بدون أي شيء، تقعد تقرأ القرآن، الشافعية أجاز، نفس الشافعية ده المعتمد في المذهب. خلاص؟ يعني النساء في هذا الزمن يعني لو كانت حائضة ولم تقرأ القرآن فكانت يعني فارغة، يعني يقول الإمام ابن تيمية يجب عليها القراءة إن خشيت أن تنسى. الإمام تيمية يقول كده، يجب عليها القراءة إن خشيت نسيان القرآن ولو كانت حائض أو نفساء. فده قول ابن تيمية وهو أحد الحنابلة، ولعله هو معتمد في المذهب. وعند المالكية يجوز للتعليم يجوز للتعليم القرآن للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن وتعلم وتجهر به، يعني في اختلاف في المذاهب، ما بالك الراجح في مذهب الشافعية عندنا أنه يجوز القراءة. مش عايزين. ها، في أسئلة تاني؟ نعم. علي صوتك بعد إذنك. ولا تراب. لا، يصلي ويجب عليه قراءة الفاتحة ويحرم عليه قراءة غير الفاتحة. يجب عليه قراءة الفاتحة وجوبا لأنها ركن من أركان الصلوات، والركنية أقوى من الشرط، وده صحيح. هل نقدم الشرط ولا نقدم الركن؟ لو قلنا نقدم الشرط بالطهارة يبقى يحرم عليه القراءة، ولو قلنا يقدم الركن ها يبقى يجب قراءة الفاتحة ويحرم عليه قراءة غير الفاتحة لفاقد الطهورين، والركنية أقوى. ولذلك اعتمد الإمام هنا، قال الأصح أنه يقرأ الفاتحة ويحرم، يجب عليه قراءة الفاتحة ويحرم عليه قراءة غير الفاتحة، فاقد الطهورين ده اللي هو مش لاقي لا تراب ولا مية.
نعم. معنى القرآنية، هديك مثال لمعنى القرآنية اللي هو بتاع قراءة القرآن ده. أما يجي واحد يقول لي إيه، المرأة التي يعني بيأتيها العذر الشرعي تعتد بثلاثة أشهر، أقول له كيف ذلك؟ ها ها، إذا الله تعالى يقول أهو بقى، وابتدي أجيب آية، يبقى أنا قصدت الكلام القديم الذي يقطع الخلاف، وده هنا الاستدلال حرام للحائض والنفساء كده. واضح ان انا اقصد التعبد بكلام الله القديم القائم بذاته، صفة الله تعالى القديمة، ده المعنى المحرم. وده بقولك ما يدركوش غير علماء التوحيد او المشتغل بعلم التوحيد، خلاص. اما اجي اقولك ايه والآية بتقول ها يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يبقى انا قلت كلام اللي هو بيقطع الخلاف، بستدل بكلام ربنا اللي باخد منه الحكم، اهو ده المعنى اللي منهي عنه قراءته. لكن لو انا بقرا كده ذكر ما فيهاش حاجه، لو بقرا عشان احفظ نفسي من الشياطين ايه الكرسي او المعوذات بمسح البدن للحفاظه بالليل والجنب والحائض والنفساء يفعلون ذلك كل ليله، مفيش حاجه. لو وقلنا ان لو قرا القران كله بنيه الذكر والورد جاز، لكن هو لا يقصد، لو قصد المعنى اللي هو القديم كلام الله القديم ده القائم بذات الله تعالى، هو ده المعنى القبيح الذي لا الذي يحرم ان هو يقرأ القرآن بتلك النية، يعني نية قلبه، العبرة من نية قلبه. طب الاصل في المسلم انه لا يفعل محرم، فلما وجد العذر الشرعي بحيض او نفاس او جنابة وقرأ هو القرآن وما نواش حاجة، يبقى الاصل فيه انه ايه، قصد المعنى الصحيح في القراءة، أنه لم يقصد المعنى القديم. ليه قلنا كده؟ لوجود الصارف، الصارف أن في عذر شرعي يمنعه من وجود الكلام، من قصده للكلام القديم، وهو لم يقصده، خلاص تبرأ ذمته، معلوش حاجة. في حاجة تاني؟ والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لما لهم فضل ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول، قوم إلى الله قد شدت عزائمهم وحبلهم بحبال الله موصول، قوم على الملة السمحاء قد فطروا وشأنهم مع كتاب الله منقول، أعطاهم الله ما شاءوا وأكرمهم كذاك قال الذي وفاه جبريل، يا ربنا خذ بنا قلبا لساحتهم لنستريح ويحمى القال والقيل، العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول.